مؤخرا كثر الحديث والكلام والنقاش عن صحة المجتمع، ولكن ماذا نعني بصحة المجتمع؟ هل عندما نتحدث عن صحة المجتمع فقط نربطها بسلامته الصحية والجسدية والروحية والنفسية، أم أنها تتعدى إلى أشياء أخرى؟ في اعتقادي المتواضع أن صحة المجتمع مرتبطة أيضا بما هو أخلاقي. مؤخرا العالم بأكمله انخرط وتعايش مع أزمة كوفيد-19 أو أزمة كورونا. هذه الأزمة يعني عرت الكثير، عرت ما هو إيجابي في المجتمعات، سواء المجتمعات السائرة في طريق النمو أو المجتمعات المتقدمة، وأيضا عرت عن ما هو سلبي. ما هو إيجابي مثلا؟ يعني ظهر تماسك في المجتمع، أصبح المجتمع يعني يهتم أكثر بصحته، أصبح أيضا يهتم بأشياء لم يكن يعيرها اهتماما كبيرا، مثل التكتل الأسري، مثل الاهتمام بالأشياء التي ربما نعيشها في اليوم ولكن لا نهتم بها. ولكن أيضا ظهر ما هو سلبي، ظهر بأننا كنا نهمل أنفسنا كثيرا، لم نكن نركز على أهم شيء وهو صحة المجتمع المرتبط بالنهضة وثورة أخلاق. اليوم نحن في حاجة إلى ثورة أخلاق لكي نكون أناسا بكامل إنسانيتنا. يجب أن نتمسك بالقيم التي بدأنا نفقدها شيئا فشيئا، قيم التي ستجعل منا أشخاصا ملتفين حول المشترك الإنساني الذي أصبحنا الآن في أمس الحاجة إليه. وأتمنى من الإنسانية أن تكون معافاة، وأن يحمينا الله من هذه الجائحة التي فعلا فعلا سيكتب لنا بعدها أشياء جديدة ستساهم في تغيير الأشياء الكثيرة.